ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم الخميس اجتماع إدارة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وذلك في مقر المجمع في المدينة الجامعية. واطلع سموه خلال الاجتماع على تطورات العمل في المجمع ومشروعات البنية التحتية والمرافق الرئيسية بالمجمع والتقدم في إنجاز سير العمل في العمليات الإنشائية والتطويرية للمرحلة الأولى للمجمع، حيث استمع سموه إلى شرح مفصل عن أبرز مستجدات الأعمال الجارية في المجمع وما تم إنجازه والمبادرات الخاصة بسير العمل. وجه سموه إدارة المجمع بالتواصل مع جهات القطاعين العام والخاص والقطاع الأكاديمي، وذلك لتعزيز مفهوم الشراكة بين المجمع وهذه الجهات بما يخدم ويحقق رؤية سموه في دعم عمليات البحث العلمي والابتكار والتقدم التكنولوجي في الإمارة وفي الدولة. واعتمد سموه عددا من الخطط والمشروعات الخاصة بعمل المجمع وتطويره كأحد المشروعات الابتكارية الرائدة في الإمارة. حضر الاجتماع سعادة حسين المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وسعادة حميد جعفر عضو مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في الشارقة.